Di qulubin mu'minah biqada'illahi wa qadari tataqaddamu idarah wa aitam wa tullab wa jami ahali qaryati sahibis sumu Syekh Subah Al-Ahmad Al-Jabir As-Subah Indonesia biwafati walidil aitam Syekh Subah Al-Ahmad Amirul Kuwait وأميرul إنسانية في مشهد قلما يحدث نعت الإنسانية أميرها بكل اللغات ولهجة القلوب والألسنة بالدعاء للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه اللهم اغفر له وارحمه آمين اللهم أسكنه فسيح جناتك آمين يزونكم سامي ومرهيم أمير وكويتي اللهم أكرم نزله آمين اللهم اجعل مثواه الجنة آمين اللهم أحسن مدخله آمين ومن مختلف بقاع العالم تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر هذا الحب والوفاء للراحل الكبير والقلوب قبل الألسن تدعو لقائد الإنسانية ووالد الجميع اللهم اجمعنا بوالدنا صباح الأحمد في الفردوس الأعلى من الجنة من إفريقيا إلى آسيا ومن شرق الأرض إلى غربها دعوات لا تنقطع وحزن يعتصر القلوب واستذكار للمآثر الله يرحمه ويجعل نسوة الجنة يا رب الله يرحم شيخنا صباح الصباح رحم الله أمير الإنسانية الله يرحم أمير الكويت ويلهم أهل الكويت الصبر والسلوان تعزينا لأهل الكويت رحم الله فقيد الأمة والله يرحمه ويرحم أمة محمد أجمعين تعزينا الحارة لشعب الكويت رحم الله فقيدكم يا أهل الكويت نتقدم بأحر التعازي للأصدقاء والأخوة والأشقاء في دولة الكويت بوفاة أمير الإنساني سمو الأمير صباح الأحمد صباح رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده في فسيح جنانه ويدخله جناته على ما قدمه لهم على ما قدم للشعب السوري في هذه المعاناة وفي هذه المأساة سألنا المولى عز وجل أن يجزيه عنا خير جزاء وعن شعبنا خير جزاء مشاريع خيرية وأخرى تنموية ويد حانية امتدت لتمسح الدموع وتخفف الآلام وتضمد الجراح فاستحق سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه أن يتربع في القلوب بإرث إنساني لا ينضب.